مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه اكادير وبالضبط بمنطقه التشيره الجهاديه، ومع واحد حاله اختفاء لشاب يبلغ من العمر 21 سنه واللي اختفى يعني صبيحه اليوم بالمحطه الطرقيه بمدينه انزكان في ظروف غامضه، والأسرة ديالو توجه نداءها لكل المغاربة للتعاطف معها والمساعدة على إعادة هذا الشاب لحضن أسرته، خاصة وأن الأم ديالو ربما حالتها النفسية متأزمة بسبب فقدانها لفلذات كبدها. وللتذكير فقط، فهذا الشاب يعاني من مرض نفسي، وطبيعة الحال الأخت ديالو اللي معنا اليوم اللي غادي تحكي لنا حول يعني التفاصيل ديال الاختفاء ديال الشقيق ديالها المسمى هشام العيدوس اللي كيبان لكم في الصوره. فبغيتكم اخواني الكرام انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق لتصل رساله هذا الشاب اللي امامنا اللي هي اخت المختفي هشام العيدوس اللي اختفى صبيحه اليوم بمدينه انزكان، وهو ينحدر من منطقه اغبلو بمسا باقليم شتوكا اتباع. بلا ما نطول عليكم اخواني الكرام، يعني بغيتكم انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق ما ربنا يعني شي حد شاف هذا الشاب اللي امامنا الصوره ديالو. بطبيعه الحال الاخت ديالو غادي تحكي لنا كيفاش اختفى الاخ ديالها. تفضلي لنا. السلام عليكم، معكم من العيدوس الاخت ديالي هشام العيدوس. خويا اليوم جبناه باش يدوز عند طبيب في اكادير، فاش رجع هبط هو والوالد في انزكان باش يشري ليه الدواء. وهذا خويا هشام اصلا تعصب هاد الايامات كاملين وفقد السيطره على راسو، حيت تعصب مع الخدمه ديالو هاد الايامات كاملين. وفاش بغى يشري ليه الوالد الدواء ديالو بحال دابز معاه وهرب ليه، والوالد بقى كيقلب عليه ما لقاش، وديك لا راه في الكوميساريه ديال انزكان واحد شاف العمر ديال خوك 21 عام كيعني متبع مع طبيب نفساني هاد الشهور كاملين، كان الحمد لله مزيان، غير مؤخرا تعصب البارح بزاف تعصب وجبناه زعما الطبيب اليوم، ولكن فاش رجعنا للاسف خلينا هنا في انزكان مازال ما لقيناه. يعني علاش هو يعني اختفى، يعني شنو في نظرك يعني السبب؟ هو مع هو اصلا راه فاش كيتعصب بحال هكا ما كيعرفش شنو كيدير، فاش هو كيولي بنان فاش كيولي كاش كيشرب الدواء ديالو متبع الدواء ديالو. دابا هاد الايامات كاملين البارح واليوم تبدل، يعني تبدل التصرف. اللي كان خوك يعني كيشوف فيك شنو تقول، شنو الرساله اللي بغيتي توجهي؟ كنقول له يرجع للدار الحمد لله، الا راه كلشي غيتعوض وغيرجع للطبيب ديالو غيتبع الدواء ديالو وغيرجع كما كان وحسن ان شاء الله. واش هو ربما يعني هذا المرض باش المريض هو اللي خلانا ربما يتعقد ما حملش راسو؟ هو الصراحه هو متقبل الوضع ديالو كيشرب الدواء ديالو الحمد لله عادي جدا، غير هاد مؤخرا فاش ولا هكا ما كانش هكا نهائيا. فاش يعني جا الطبيب للمحطة واش تا نزل من الطاكسي عاد اختفى؟ حنايا في الصباح جبناه دينا الطاكسي من الدار حتى للطبيب نيشان باش زعما يوصل بكري، حيت كان عندو اصلا رونديفو في هاد 9 شهر 6، ولكن فاش شفناه هكاك تعصب البارح يعني فقد السيطرة على راسو قلنا اللهم نديوه اليوم زعما باش الطبيب يشوفو من الحالة ديالو. صافي فاش رجعو ما مول التاكسي اصلا مبقاش تما، رجع لخدمتو. فاش رجعو عاوتاني في التاكسي عادي، يعني من اكادير لانزكان، وفي انزكان هبطو والطبيب اصلا عطاه الدواء اليوم باش يشربو مع الصباح، وقال زعما الوالد يشري ليه الدواء باش يشربو نيت من هنا عادي يوصل لمسا. صافي وهو يهرب لي. يعني هرب الوالد؟ هرب لي. اشنو كان لابس؟ لابس فوقيه في البلو مارين وهذا قبيه في الكري، واحد الكاب في البيض والكحل. كاب يعني كشكول؟ كشكول كشكول. رسالتك للمغاربه الناس اللي كيشوفوك؟
كنطلب من الغرفه كاملين اللي شافوا الله يرحمكم الوالدين يديكلاري به او لا يعيط النمره لا تبان عليكم اسفل الشاشه ان شاء الله. النمره ديالي 06 04 71 24 35 والنمره ديال الوالد ديالو 06 72 13 15 44. أنتما إخواني الكرام، يعني هذه هي الصورة ديال هذا الشاب الذي اختفى صبيحة اليوم في ظروف غامضة، والذي يعاني من مرض نفسي ويتابع علاجه مع أحد الأطباء الاختصاصيين هنا بمدينة أكادير وينحدر من منطقة مسا. الأسرة ديالو توجه نداءها لكل المغاربة، لكل الناس اللي كتفاعل معنا دائما في اللايفات المباشرة باعتبار قناة شوف تيفي قناة الشعب بامتياز، فكنتمنى انكم تساعدوا هذه الاسره في العثور على فلذه كبدها وان يعود الى احضان امه التي تنتظره بطبيعه الحال بشوق شديد. فكنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بالبارتاج ان شاء الله باش توصل الرساله الى كل من يهمه الامر وكل شخص ربما قد يتصادف مع هذا الشاب، فليتواصل مع الاسره ديالو على الرقم الهاتفي الذي تركناه لكم اعلى هذا اللايف المباشر. الى هنا اخواني الكرام ناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث اخر. الى الملتقى.